بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. لإنتاج جيد من محصول الخيار الشتوي لابد من 5 نصايح هنصحك بيهم وتحطهم زي ما بيقولوا المصريين حلقة في ودنك، تمام؟ الـ5 نصايح دول: أول حاجة حضرتك كل أول حضرتك كل حضرتك كل 15 يوم هترش لنا رشة عناكب. هنعمل المحلول الآتي، ماشي؟ زي ما بيقولوا إذا جالك الغصب خده بجميلة، بمعنى إن أنا هرش عناكب يبقى أخد الثقيبة المصة وأدي شوية مغذي معايا. هعمل المحلول الآتي: هجيب وليكن 200 برميل 200 لتر مية، هحط على كل 200 لتر مية 100 سنتي. أول حاجة أحط 200 جرام أو ربع كيلو 20 20 20 من مصدر محترم، يبقى احنا دمغنا التغذية. بعد كده هجيب 100 سنتي فيرتيميك، يبقى أنا كده هموت العنكبوت الأحمر. بعد كده أحط الأستمبرايد إن كان موسبيلان أو كلورابرايد أو أي حاجة حشري أحطها للثقيبة الماصة، تمام؟ في اجيب زي اللي مدون عليه، لو موسبيلان يبقى نص سنتي بنص جرام، بمعنى انك هتحط 100 جرام على 200 لتر ميه، تمام؟ وهتدوب المحلول دهوت وهترش بيه كل 15 يوم. مش هتلاقي عندك لا عناكب قبل ظهور العناكب كمان، لا هتلاقي عندك لا عناكب ولا هتلاقي ثقيبه ماصه اللي هي المن او الذبابه البيضاء او الجسد، تمام؟ مش هتلاقي الحاجات او التربس، مش هتلاقي الحاجات دي خلاص عندك. واوعى النبات يغرك ان هو سليم وقدامك سليم في الشتاء، وان الثقيبه الماصه بتضعف في الشتاء. والله ما بتضعف، هي موجوده. امال ايه يا عم اللي بيحصل؟ كل اللي بيحصل سيادتك ان الجو برد، فدوره الحياه بتاعتها بتطول شويه، بدل ما بتبقى كل اسبوع ممكن تطول وتبقى كل 10 ايام دوره الحياه بتاعتها. يعني ايه دوره الحياه؟ يعني ان هي تتحول من بيضه ليرقه لعذره للحشره كامله، وهكذا زي ما احنا عارفين، تمام؟ دي اول نصيحه بنصحها لك. تاني نصيحه في مجال المكافحه: كل 10 ايام لازم ترش لنا رشه بياض زغبي قبل وجود المرض. بعد كده ايه اللي يحصل؟ 150 جرام هيوميك اسيد لكل 1000 نبات هيوميك اسيد محترم يتحط كل اسبوع. 150 جرام لكل 1000 نبات هيوميك اسيد الماني كل اسبوع. بعد كده كل 15 يوم حضرتك هتضيف برضو 150 جرام كلباك او ما شابه الكلباك اللي هو السيتوكينين والاوكزينات، هتحطهم تحقنهم في الجدر، ما ترشش على النبات، هتحقنهم على الجدر للجدر كل 15 يوم 150 سنتي للألف نبات، بحيث ان الجدر سيادتك واقف احنا هننشطه بالحاجة ده هي، تمام؟ بعد كده حضرتك هتبدأ اي ورقة تحت كده، الورقة اللي تحت دي طالما خلصت الدور بتاعها واصبحت مسنة عالة على النبات، سيادتك تشيلها، ما عاد لهاش لازمة خالص طالما انت جمعت الثمار الصغيرة دهية، تمام؟ نوجز اللي قلناه؟ نوجزه. رقم 1 رش العناكب والثقيبة المصة، وما غركش ان هي موجودة، هي موجودة بالفعل، بس دورة الحياة نتيجة للبرد طولت شوي. رقم 2 حضرتك لازم تحقن لنا لازم ترشلنا كل 15 يوم البياض الزغبي قبل ظهور المرض، كل 10 أيام آسف قبل ظهور المرض لازم ترش بياض زغبي. وحضرتك المادة اللي انت رشتها المرة دي ما ترشهاش المرة اللي بعدها، بنبه اهو. بعد كده سيادتك هتحقن لنا 150 جرام هيوميك أسيد لكل 1000 نبات كل أسبوع، تمام؟ حضرتك هترشلنا كالسيوم مخلب، تمام؟ مع بورون ماشي مع اي حاجة، مخلب مع احماض امينية، كالسيوم ترشه لنا كل 15 يوم رشة، عشان العنصر ده هو تريزل، تمام؟ وبطيء الحركة وبيظهر دايما في الخيار وخصوصا في فصل الشتاء. واتكلمنا كتير ولكن احنا بنذكر بس التقليم اول باول طالما اتخلصت من
الثمار والأوراق اللي تحت عشان تعمل تهوية جيدة. تمام، يبقى كده قلنا الخمس نصايح، نعيدهم تاني مفيش مشكلة في دقيقة تاني. الهيوم كل أسبوع، نترات الكالسيوم والمخلب كل 15 يوم، بعد كده هترش لنا العناكب كل 15 يوم مع الثقيبة المصة، الدويتو اللي احنا قلناه مع تعمله مع بعضه، تمام، الميكس اللي قلناه الخلطة، تمام. بعد كده حضرتك هتبدأ ترش لنا البياض الزغبي، بعد كده حضرتك هتحط لنا تحقن لنا سيتوكينين كل 15 يوم 150 جرام للألف 150 سنتي للألف نبات وسلامتكم. شكرا لكم، وبتمنى لكم محصول جيد، محصول خيار جيد كما ونوعا، لأن المهندس المحترم أو المزارع المحترم هيطلع الحاجة دي كما ونوعا ممتازة. أما عن هذا فإنه هو مكتوب عليه أهوت إسلام أباد، ده خاص بالباكستانيين، فلفل ربنا ما يوريك الحرارة اللي فيه. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.